صباح الخير على كل اصحابنا في شقاوة شطار. النهارده حلقه جديده من حلقاتنا ومعاكم النهارده في شقاوة شطار. هنستمتع بوقتنا ونشوف فقرات جميله وكمان هنتكلم مع اصحابنا اللي معانا النهارده في الحلقه. معايا جنى ومعايا ندى، اقول لهم صباح الخير. صباح الخير يا جنى. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. عاملين ايه؟ كويسين؟ ايه. النهارده بقى في حلقتنا انا وجنى وندى هندعوكم لدعوه جميله جدا جدا. هنعمل حمله اسمها حلوه يا بلدي، ايه رايكم؟ حلو. تفتكروا الحملة دي ممكن يبقى فيها ايه؟ ممكن نعمل فيها ايه؟ اي حاجة. زي ايه؟ هي اسمها حلوة يا بلدي، فاكيد من اسمها نفهم ان احنا نعمل حاجة لبلدنا، صح؟ تفتكروا ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا واحنا ماشيين لو معانا زبالة ما نرميهاش في بلدنا. برافو عليك، فعلا دي اول حاجة هنعملها في حملة حلوة يا بلدي اللي احنا هنعملها مع بعض في شقاوة شطار، وكمان من خلال جروبنا على الفيسبوك جروب شقاوة شطار. عايزين اصحابنا يتجمعوا ويعملوا جروبات كده مع بعض، كل مجموعة مع بعض، ونشوف هنعمل ايه في الحملة دي. اول حاجة قالتها ندى مش هنرمي اي قمامة او اي حاجة في الشارع، مش في الشارع بس، في الشارع، في النادي، في المدرسة، في كل الاماكن اللي احنا بنروح. طيب ايه كمان؟ بنرمش اي حاجة لو احنا زعبانين ونعيط، بنرمش لو احنا بنلعب، بنرمش اي لعبة على اي حد. احنا ما نعملش طبعا حاجة وحشة او نأذي اللي حوالينا، وده عموما لازم يبقى سلوكنا بشكل عام. احنا قلنا كده ان احنا مش هنرمي حاجة في الارض، مش هنلوث البيئة حوالينا، وهنعمل ايه بقى؟ الحملة كمان بتوعي، صح؟ بنوعي الناس اللي حوالينا، بنقول للناس اللي حوالينا. هنقول لمين بقى؟ يعني زي الناس الغالبة. لا، عموما مش احنا، عموما احنا هنقول للناس ما ترموش القمامة في الشارع او في اي مكان. احنا حوالينا مين؟ صحابنا. يبقى هنعمل ايه ندى؟ لازم نقول لهم، لازم نفهمهم ان احنا غلط اننا نرمي القمامة في الشارع. يبقى دي من ضمن الحملة ان احنا نوعي اللي حوالينا، صحابنا والناس اللي حوالينا. ولو احنا ماشيين في الشارع ولقينا حد بيرمي، نبقى سلبيين ونسيبه كده ونسيبه يرمي؟ لا. نقول له ايه؟ لا، لازم نرمي القمامه في الباسكت. برافو عليك، يبقى لازم نوعيه ونفهمه ونقول له ان ما ينفعش نعمل كده. احنا هدفنا ان احنا نخلي بلدنا اجمل بلد في الدنيا، فاحنا لينا دور واحنا صغيرين كده، وانتوا صغيرين ليكوا دور ان انتوا تعملوا حمله مع بعض زي الحمله اللي احنا عاملينها في شقاوة شطار حلوه يا بلدي، ان انتوا تقدروا انكم توعوا الناس اللي حواليكوا. هو يمكن دور صغير مش كبير قوي، لكن مفيد جدا. كمان ممكن نعمل حاجه تانية، ايه رايكم؟ مثلا انتوا عارفين اهميه الشجر، واتكلمنا كتير في شقاوة شطار عن اهميه النباتات والشجر والحاجات دي. ممكن نعمل ايه مع بعض؟ ممكن لو لقينا اي حته فاضيه ما فيهاش اي شجر او كده، ممكن احنا نزرع شجره او نخله. برافو عليكي. نجمع بعض مثلا احنا في منطقه معينه في البيت، في العماره، في مجموعه ناس مع بعض او اصحاب مع بعض، واحنا ممكن نجمل المنطقه اللي حوالينا بالزرع، ان احنا نعمل نجيب زرع ونحطه. صح. نخلي شكل البيت بتاعنا جميل، ونخلي شكل العماره حلوه، والمكان اللي حوالين بيتنا جميل. تفتكروا لو كل حد عمل الحكايه دي يا جنى، ايه اللي هنستفيده في النهايه؟ في حاجات كثيره. يعني لو احنا كل بيت جمل المنطقه اللي حواليه، هتبقى في النهايه ايه؟ ان هي اللي احنا المكان كله يكون كويس. هيبقى ايه؟ هيبقى شكله جميل. هيبقى شكله جميل يا ندى، برافو عليك. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نعمل حاجة جميلة لبلدنا. في افكار كتير جدا عندنا ان احنا نعملها في حملة حلوة يا بلدي، نستفيد منها. طبعا احنا بنستفيد اول حاجة لان احنا مش بنتأذي من التلوث ومن اي حاجة وحشة حوالينا، دي اول حاجة. تاني حاجة ان احنا عايزين نخلي بلدنا اجمل بلد في الدنيا. فانا عايزه كل اصحابنا اللي بيتابعونا دلوقتي يقولوا لنا كل افكارهم، ايه الحاجات اللي يقدروا يعملوها معانا في الحمله، ويبعتوا لنا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك جروب شقاوة شطار. تعالوا نكمل حلقتنا النهارده ونشوف فقره من الفقرات، وهنرجع لكم تاني ونتكلم اكتر عن حمله حلوه يا بلدي، ونشوف ايه الحاجات التانية اللي احنا ممكن نعملها نفيد فيها بلدنا. تعالوا نكمل حلقتنا دلوقتي من شقاوة شطار. دلوقتي احنا معاكم في ورشتنا، ورشة شقاوة شطار، والنهارده هنعمل مع بعض شكل جميل جدا جدا للبوك مارك اللي احنا نقدر نعلم بيه الصفحه اللي احنا كنا بنقراها في الكتاب. طبعا زي ما احنا شايفين احمد معايا الاشكال الجميله اللي احنا عاملينها علشان تشجعنا اكتر على القرايه، صح؟ صح. تحب القرايه ولا لا؟ تقرا قصص؟ اه. برافو عليك، شاطر.
طبعا هتبقى سهله جدا، هنجيب الستيكس اللي بتبقى موجوده في الصيدليه زي اللي الدكتور بيكشف بيها، او الستيكس بتاعت الايس كريم، صح، ممكن ناخدها برضو بعد ما نخلصها ونبتدي نعمل عليها الشكل بتاعنا. احنا طبعا عندنا اشكال كتير ممكن نعملها، ممكن شكل الزرافه، ممكن اي شكل بقى، ونحط له الشعر والعينين والمناخير ونلونها، او نحط عليها كفر او ورق بالشكل ده ملون. دلوقتي احنا نعمل ايه؟ نعمل ده شكل ايه؟ شكل زي ده بقى. برافو عليك. يلا دلوقتي نلزقها مع بعض. يلا احنا كده خلصنا مع بعض الشكل بتاعنا. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض يا احمد ان القرايه مفيده جدا ومهمه جدا لينا، فاحنا بنعمل بوك مارك علشان نقدر ان احنا نشوف احنا وقفنا في انهي صفحه ونرجع لها تاني. هي اكتر قصص بتحبها ايه؟ قصص ايه؟ الارنب تحب القصص اللي فيها الحيوانات؟ اه. انت اصلا بتحبي الحيوانات ايه؟ اكتر حيوان بتحب؟ اسد. اشمعنى الاسد بقى؟ عشان هو ملك الغابة. ملك الغابة، قوي يعني وكده ومسيطر بقى. أيوة. انت تحب تبقى قوي زيه؟ ايوه. ولا انت اصلا قوي زيه؟ قربت ابقى قوي زيه. قربت. طب فاضل لك ايه عشان تبقى قوي زي الاسد؟ اتمرن. مرن اكتر؟ اه. بس احنا القوة دي بقى نعمل بيها ايه؟ نضرب صحابنا؟ لا. ونعمل ايه؟ نضرب حاجة غير أصحابنا عشان نتعلم ازاي نكون زي الأسد. أيوة. نضرب حد غير أصحابنا يعني أي حد ماشي في الشارع؟ لا، نضرب حاجة كده، مش إنسان يعني. ممكن زي مثلا حاجة قدامنا نحطها ونتدرب عليها. أيوة. ما نضربش أصحابنا ولا نضرب أي إنسان خالص، زي الحاجة اللي بيترعوا فيها عشان يضربوا فيها كده. برافو عليك، شاطر، برافو عليك. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان احنا اي لعبة احنا بنلعبها عشان بهدف ان احنا نضرب او نعمل دفاع عن النفس، صح؟ أي. مش هدفها ان احنا طبعا نضرب صحابنا بقى عشان انا ابقى ملك الغابة ومسيطر زي الاسد اروح اضرب صحابي كلهم، صح؟ ينفع نعمل كده؟ لا ما ينفعش نعمل كده. برافو عليك يا احمد. احنا كده خلصنا مع بعض شكل البوك مارك واتفقنا مع بعض. ما تنسوش ان القرايه مفيده جدا جدا، نتعود نقرا قصص صغيره وبعدين قصص كبيره كبيره، كل ما نكبر القصه تكبر معانا، ونبقى متعودين من واحنا صغيرين ان القرايه حاجه مفيده لنا جدا جدا، واحنا دايما لازم نقرا. عملنا لكم بقى بوك مارك بشكل جميل علشان نشجعكم اكتر على القرايه. واحنا كده خلصنا يا احمد الورشه بتاعتنا النهارده، ونروح دلوقتي نكمل حلقتنا مع بعض. خليكم معانا. وصلنا دلوقتي معاكم لمطبخ شقاوة شطار، والنهارده هنعمل مع بعض اكل سهل جدا جدا، احنا اوريدي عاملينه بس احنا هنعمل لكم شكل جميل. لكن هدفنا في النهايه ان احنا نعمل شكل الطبق بتاعنا حلو، وفي نفس الوقت تبقى القيمه الغذائيه بتاعته عاليه، صح يا ليان؟ صح. احكي لي، بتحبي اكل ايه؟ ايه اكتر اكل بتحبيه جدا جدا جدا؟ الرز والبانيه. الرز والفراخ البانيه، الله، جميله قوي. احنا النهارده معانا الرز يا ليان، بس معانا حاجة تانية مفيدة قوي قوي. معانا ايه؟ محشي بتنجان. بتنجان، برافو عليكي. ومعانا كمان والجزر، ومعانا القرنبيط والبروكلي، وكل الحاجات دي كلها ليها فوائد كتيرة جدا. طبعا الخضروات اتفقنا على الفيتامينز، الرز فيه النشويات، والبتنجان فيه نسبة حديد مهمة ومفيدة جدا لجسمنا. احنا هنعمل شكل ايه بقى النهاردة يا ليان؟ خروف. شكل الخروف، عشان الشكل ده لما يبقى جميل يشجعنا اكتر ان احنا ناكل. انت تحبي تعملي ايه شكل ايه غير الخروف للاكل بتاعك؟ ارنب. ارنب، الله، شكله يبقى جميل برضو. طبعا احنا
هنبدا مع بعض دلوقتي نعمل الشكل. وعايزه اقول لكم كمان ان البروكلي مفيد جدا، يمكن كتير مننا يا ليان ما بياكلوش، لكن هو مفيد وفيه مضادات للاكسده، واحنا عارفين انها مفيده لجسمنا في مقاومه الامراض. وطبعا اي خضروات بالنسبه لنا بتبقى مفيده لان فيها نسبه فيتامينز مهمه وجسمها بيحتاجها. تعالي بقى دلوقتي نحط الرز هنا عشان نعرف نعمل الشكل ده. احنا كده عملنا الجسم بتاعه، ودلوقتي هنحط ايه بقى؟ هو بياكل ايه؟ بياكل البروكلي، هو الاكل بتاعه هو بقى، نحط له البروكلي. ايه رايك كده؟ يلا حطيله، يلا حطيله البروكلي، حطيله كمان القرنبيط. برافو عليكي شطوره. فاضل حاجه بقى في الخروف ناقصه، فاضل ايه ناقص في الخروف؟ فاضل ودانه، صح؟ حطي الودان بتاعته. برافو عليكي، حلو كده. حلو يا ريان. اه انت بتحبي اكتر حاجه ايه في الطبق ده؟ الجزر والرز والبروكلي. والبروكلي والقرنبيط؟ لا يعني القرنبيط، هو القرنبيط حلو برضو ومفيد لينا جدا جدا. اتفقنا مع بعض ان احنا دايما نتعود اننا ما نقولش الحاجه ما بنحبهاش يعني، لان الاكل كله مفيد، الاكل كله جميل، كل حاجه وفيها فايده معينه لجسمنا، جسمنا محتاج. الخضروات ما نقعدش نقول بقى لا انا ما بحبش الخضروات وما بحب. انت تاكلي سلطه ولا لا؟ باكل السلطه، مفيد جدا ومهم جدا. كل الخضروات ما نقولش عليها لا. احنا بنشوف كتير من اصحابي يا ليان يقعدوا بقى يقولوا لماما لا انا مش حلو الاكل ده ومش عاجبني الاكل ده، وما ياكلوش اي اكل خالص، ما بيبقوش بياكلوا غير حاجه واحده بس. ينفع جسمنا ياخد حاجه واحده بس ولا لا؟ بيبقى محتاج كل القيم الغذائيه؟ لا، كل القيم الغذائيه. برافو عليكي شطوره. يبقى احنا نسمع الكلام ونبقى شاطرين وما نقولش على اكل لا، ودينا بنعمل اشكال حلوه اهو علشان تشجعنا على الاكل كده. يا ليان احنا خلصنا مع بعض مطبخنا دلوقتي، وهنروح نكمل حلقتنا في شقاوة شطار. خليكم معانا. صباح الخير على كل اصحابنا اللي بيتابعونا دايما في شقاوة شطار، والنهارده يوم مختلف جدا. قعدنا في ورشه شقاوه شطار، خليكم معانا. بس قبل ما نبتدي لازم نتعرف على اصحابنا ونلعب شويه قبل الورشه. وصلنا معاكم دلوقتي لفقره القصه، حدوته اللي معايا اسمها ساره والعصفوره. النهارده بقى احنا في حديقه الحيوانات انا ومجموعه من اصحابي. كل فقره من المعمل بنوريكم افكار جديده بيعملوها اصحابنا. ايه الفكره بتاعه البروجكت او المشروع بتاعك يا سيف؟ عباره عن مروحه وصلته باسلاك وبوصله ببطاريه والمروحه تلف. ده هنعمل ايه يا كاميليا؟ هنعمل بيتزا. هنعمل بيتزا، هنعملها بنفسنا. وصلنا دلوقتي الفقرة من فقراتنا، وهي فقرة اسمعونا. مش تذكير كويس عشان هم عايزين يركزوا. طبعا مش هشرح لكم اللعبة عبارة عن ايه، تعالوا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه في المغامرة اللي في الهواء. واحد اتنين تلاتة. مكملين معاكم النهارده حلقتنا في شقاوة الشطار، وكنا بنتكلم مع بعض عن حمله مهمه جدا، حمله حلوه يا بلدي اللي احنا عاملينها مع بعض في شقاوة الشطار علشان نخلي بلدنا اجمل بكتير. في حاجات تانية ممكن نفيد بيها بلدنا في الحمله دي، ممكن تفتكروا ايه الافكار اللي عندكم ممكن نعملها تاني؟
دايما لما نمشي نلاقي مثلا ناس بترسم على الحيط نقول لهم ما يرسموش عشان ما يخلوهاش شكلها وحش. طبعا ما ينفعش ان احنا الحيطان اللي حوالينا ان احنا نبوظها او نعمل فيها اي حاجه. بنشوف ناس كتير بتحاول ان هي تحفر في الحيطه، تكتب حاجات مش حلوه. كل الحاجات دي احنا برضو لازم شكل الحيطه حوالينا تبقى جميله، وده على مستوى المدرسه بتاعتنا برضو على مستوى النادي، صح؟ لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. يعني احنا مش بس في الشارع واحنا ماشيين، المدرسه بتاعتنا لازم نحافظ عليها يا ندى، صح؟ ونجملها برضو زي ما هنجمل المكان اللي حوالين بيتنا، صح؟ ممكن نعمل ايه في المدرسه نجملها بيها؟ ممكن مثلا لو في اي حته مش حلوه ندهنها، وممكن نحط زرع وكده، ونرسم مثلا رسومات جميله ونعلقها، صح؟ رسمتوا قبل كده في المدرسه رسومات وعلقتوها ولا لا؟ اه. ايه يا ندى وانتي؟ اه. برافو عليكي. في حاجه كمان ممكن نعملها جميله جدا، عندكم اصحاب عايشين بره بره مصر؟ اه. هاي وانت يا ندى؟ اه. ايه رايكم ان احنا نكلمهم اكتر عن الاثار الجميله اللي موجوده في مصر، ونقول لهم ان مصر مليانه اماكن جميله جدا، تعالوا علشان تزوروا الاماكن دي وتشوفوا جمال مصر. تفتكروا ايه الاماكن اللي موجوده اللي ممكن يزوروها؟ اي حته. في اماكن كتير جميله، في اثار جميله زي السخنة. العين السخنة مكان جميل. ايه كمان؟ وغردقة. والغردقة و عين اسكندرية. اسكندرية وشرم الشيخ. وشرم الشيخ. وهنا في القاهرة في ايه عندنا؟ ايه بلد؟ الأهرامات، صح؟ الأهرامات وابو الهول والبرج والنيل، نهر النيل الجميل. عندنا حاجات اماكن كتيره جدا جدا يقدروا ان هم ييجوا يزوروها ويستمتعوا جدا بوقتهم، وهيتبسطوا وهيشوفوا جمال الطبيعه وجمال مصر وجمال الاماكن اللي احنا هنحافظ عليها اصلا في الاصل، علشان كل الناس لما تيجي لبلدنا والمصري يلاقوها اجمل بلد في الدنيا. مظبوط. حمله جميله قوي، ايه رايكم في الحمله؟ حلوه. اه. هتشتركوا معانا؟ اه. وهنكتب على الجروب وهنشوف هنكتب ايه والحاجات الاقتراحات اللي احنا قلناها النهارده. طيب، وانا مستنيه كل اصحابنا ان هم يدخلوا على جروبنا، جروب شقاوه شطار، ويكتبوا لنا كل افكارهم، ويبتدوا يجمعوا بعض ويبداوا فعلا حمله حلوه يا بلدي، وهنشوف هيعملوا ايه في الفتره اللي جايه دي، وفي خلال فتره صغيره هنلاقي بلدنا بقت جميله جدا جدا. انا مبسوطه بيكم جدا النهارده، مبسوطه بيكي يا جنى انت وندى، عشان انتوا شاطرين وعندكم افكار جميله، وكمان مبسوطه ان انا مع كل اصحابنا اللي بيتابعونا دلوقتي في شقاوه شطار. يا رب تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده، تابعونا وتابعوا حلقاتنا بعد اذاعتها على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوه شطار. ميرسي يا جنى وميرسي يا ندى، اقول لكم باي باي، وكل اصحابنا اللي بيشوفونا باي باي.